نحو 3 أشهر مرت على مجزرة قرية الجيايلة في محافظة ديالى، وما زال التصويف الحكومي في الكشف عن نتائج التحقيق وملاحقة المتهمين بارتكاب المجزرة هو سيد الموقف حتى الآن، وسط مطالبات ذوي الضحايا خلال مؤتمر عشائري عقد بهذا الشأن بعدم مماطلة الحكومة والجهات الأمنية في هذا الملف. دول المقتولين المطلوبين ما ملزومين لحد الان، يعني اكو جهات بيهم لحد الان ما ملزومين، وما وصلنا لحد الان ما حصلنا اي نتيجه. رادوا تمديد العطل، انطينا تمديد 35، ردوا انه بشهرين، وهاي انه بشهرين، وما وصلنا لاي حل. ومجزره قريه الشيايله من قبيله العزه مضى عليها وقت طويل، وهذا الوقت لم يكتمل ابقاء القبض على جميع الجنات بعيدا عن كل التدخلات وامكانيه جر ديالى الى فتنه عشائريه او لا سمح الله فتنه طائفيه، وهذا امر نرفضه جميعا ويرفضه مجتمع ديالى بالكامل. المؤتمر العشائري للكشف عن ملابسات مجزره الجيايله طالب الحكومه بسرعه انهاء سياسه الافلات من العقاب، مطالبا بالقاء القبض على المتهمين بارتكاب المجزره، ومتوعدا باتخاذ موقف آخر في حال عدم الاستجابة لمطالبات السكان بسرعة الكشف عن الجنى. لكن لحد الآن ما لمسنا شيء، يعني الوضع وضع المجرمين باقين، وأيضا باقين يستفزون بأهالي الضحايا ليجون للقرية أكثر من مرة. في حال الحكومة لم تستجيب لمطالبنا أن رأي ثاني، إن شاء الله نتفق ونشاور قبيلتنا وشيوخنا وشيوخ الأفخاذ إن شاء الله. مجزرة قرية الجيايلة في ديالى دليل آخر على سطوة الميليشيات وانتهاكاتها المستمرة ضد سكان المحافظة، وسط فوضى السلاح المنتشر الذي أصبح أقوى من سلاح الدولة عبر الحكومات المتعاقبة، مستبيحا دماء الأبرياء.